دلوقتي كمان في ظل يعني دوري الجامعات وفي اكيد لعيبه كتيره جدا بتظهر في دوري الجامعات بنشوفها ولازم نبص عليها ولازم الناس تتفرج على الناس دي لان اكيد بيبقى فيهم لعيبه كتيره جدا تستاهل ان هي تكون موجوده في الدوريات الرسميه. نروح نشوف تقرير عن دوري الجامعات ونطلع على فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الجامعة فيها رياضة، والحقيقة احنا النهاردة متواجدين كلنا هو هذا التجمع الكبير اللي انت شايفه النهاردة متواجدين في الجامعة الألمانية للإعلان الرسمي عن بدء دوري الجامعات بشكل عام ودوري كرة القدم بشكل خاص. زي ما انت حضرتك تفضلت الدورة أو النسخة 47. اللي أنا عايز أقوله للسادة المستمعين والمشاهدين ان احنا لم نتوقف عام واحد عن تنفيذ دوري الجامعات. طبعا اهتماماتنا ان احنا نوسع قاعدة الممارسة، الكشف عن ابطال، الدفع بهم لقطاع البطولة. فبالنسبة لدوري الجامعات ومن الدوريات القوية بالنسبة لنا، وزي ما حضرتك عارف ان النشاط الرياضي جانب التحصيل العلمي بيخلق لينا جيل واعي قادر على تحمل المسؤولية، فده كل اهتماماتنا من خلال وزارة الشباب والرياضة والتعليم العام. شككوا في قدرات الخبرات، خبرات السنوات في عالم التعليم. والله هي حافز ليهم جدا لان احنا بنعمل لهم حوافز ماديه كويسه يعني، واخد بالك؟ غير الحوافز الماديه انه هو الولد بيمارس نشاط هوايته يعني. انا دايما ما بطلبش منهم ان هو يفوزوا او عاوزهم يتمتعوا ويمتعونا في نفس الوقت باللعب ويمتعوا زمايلهم يتفرجوا عليهم، بس هو ده الهدف منها يعني. الحمد لله الفوز اعتقد ان هو اتاخر شويه، بس فرقتي كانت الافضل طول الماتش، فرقه انا محفظها بعض حاجات، والحمد لله الرجاله عندي كانوا على قدر المسؤوليه، والحمد لله ان ربنا كرمني وده تكليل لجهود الفرقه.